القصبة وهذا الحصن أو هذه القلعة التي جسدت التاريخ وعراقت وأصالة التاريخ المغربي بكل ما تحمله الكلمة معنى منذ عهد المرابطين الموحدين إلى يومنا هذا. أيضا هذه القصبة بمعالمها وتاريخها وآثارها ليست محلية أو إقليمية، وإنما هي حقيقة دولية، ويكفي أنها تم تسجيلها في منظمة اليوسكو في عام 2012 ضمن الرباط كمدينة، وأيضا تم تسجيل الرباط كمدينة تاريخية في سجل أو في سجلات منظمة التعاون الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة في عام 2019 بحضور عدد كبير جدا من وزراء الثقافة في تونس. أود أيضا أشكر مؤسسة حماية التراث بالرباط التي ترأسها الأميرة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسنة، واهتمامهم الكبير جدا بكل المعالم التاريخية والتراثية الموجودة في الرباط. أيضا الشكر والفرح الكبير أن تسلم اليوسكو كمنظمة مفاتيح هذه القصبة، وهذا شرف كبير جدا وشرف غامر لا يسع أي موظف في اليوسكو إلا أن يفتخر، لأن هذه رمزية كبيرة جدا تعطى لليوسكو. كل هذه المعالم التاريخية وما سواء كانت في الرباط أو في فاس أو في مراكش أو في المدن المغربية خلفها ملك عظيم، ملك همام، أكد على أهمية التاريخ وأهمية الآثار وأهمية المحافظة عليه، جلالة الملك محمد السادس حفظه الله وأيده ونصره. كل الشكر لكم ولجمعية فضاء البداية على دعوتهم لنا لزيارة هذا المعلم التاريخي. دكتور عبد العطي الحلو، أستاذ باحث ورئيس اللجنة المغربية للمجلس العالمي للمعالم والمواقع إيكوموس. نحن اليوم نقف على سطح باب الكبير للودايه وننظر الى كل الجهات بالنسبه لمدينه الرباط وشاطئ الرباط ومدينه سلا والمصب وما اليه، ونحن في زياره لاستقبال السيد المدير العام لمنظمه الدول الاسلاميه للتربيه والعلوم والثقافه إيسيسكو. فهذه الزياره تاتي على اعقاب معرفته قصبة الوداية من أشغال ترميم وتهيئة ورد الاعتبار، بحكم أن الموقع له قيمة تاريخية كبيرة جدا وقيمة بطبيعة الحال معمارية، وأنه له استقطاب سياحي كبير بحكم موقعه وحكم مجاله أيضا، ويدخل في عيد بطبيعة الحال كجزء من مكونات مدينة الرباط اللي هي مدينة مسجلة في التراث العالمي منذ 2012. فلذلك مدينة الرباط اليوم عاصمة المملكة، هي مدينة الأنوار، مدينة الثقافة، عرفت نهضة عمرانية، وخصوصا التفاتة كبيرة جدا بإعاز من جلالة الملك محمد السادس نصره الله بكأن تصبح من العواصم العالمية المرموقة، وبالتالي كان لابد من التفاتة لتراثها التليد ولتراثها التاريخي، فعرفت ترميمات كبرى غير مسبوقة للأبواب والأسوار والمجالات التاريخية وبعض الأسواق والساحات والحدائق والأبراج وما إليها، ومنها قصبة الوداية التي استفدت أيضا من برامج الترميم على مستوى المرافق كلها، سواء الأبواب منها الباب الكبير الذي نقف على سطحه، ثم الأبراج والأسوار اللي هي موحدية وأيضا علوية، وبطبيعة الحال مراحل تاريخية كثيرة جدا تركت بصمتها، بالإضافة إلى حديقة الوداية على الشكل الأندلسية وهي حديقة تاريخية أيضا داخل السور، ثم المقهى الموريسكي، المقهى الموريسكي، وأيضا لا ننسى المتحف اللي هو من أولى المتاحف الذي عرفها المغرب في العصر الحديث في القرن العشرين. يعني هذو هما المكونات، والمقهى الموريسكي أيضا اللي هو جزء من المدار السياحي داخل الوداية عرف أيضا ترميمات كبيرة جدا، والآن الحمد لله ننعم بهذه النتائج الطيبة لرد الاعتبار لمآثرنا التاريخية. هذه لحظة تاريخية مجيدة أن نكون اليوم في هذا الصرح التاريخي والإنساني والحضاري العظيم من رباط الفتح في القصبة التي تمنحنا ألقا دائما عبر التاريخ وعبر الزمان، وهي تقدم لنا رؤية تاريخية وحضارية مشمولة بهذه الصيانة
وهذا العتق المكرم مشمولا برعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس والحكومة المغربية الرشيدة، وهي تولي هذا المكان هذه الرعاية التي تفرح الإنسانية جمعاء بأن صروحنا الكبيرة في مدى العالم الإسلامي تنعم بكل هذا الصون. ونحن في منظمة اليونسكو إذ نفد إلى هذا المكان في صحبة المدير العام يكتنفنا كثير من الاحترام والتقدير والشوق لأن تكون صروح العالم الإسلامي كلها صروحا تلقى من الرعاية ومن الصون ما يضيفها في عيون الإنسانية جمعاء باعتبارها صروحا تستحق منا أن نفخر بها ونفاخر. شكرا لكم.